طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هذا زمان الحرية، وهذا زمان الحرية، وهذا زمان الحرية، وهذا زمان الحرية. مطالب يا طلاب، مطالب يا طلاب، تنتزع بالنضال، تنتزع بالنضال. راه يقدر كنعذرهم إلا كان تطرح لهم مشكل ونرجعهم للضحك ولا أي حاجة. باش تلقى واحد كيطالب بتعليم حضوري، وعباد الله واش المغرب على قدو؟ واش طنجة على قدها؟ شحال د الباح والعشية وبالعطلة والسبت وكذا وكذا وكذا، واش حنا ديجا كنتو كتقراو من 8 ونص حتى الخسارة ماشي في القاموس ديالنا؟ عاد نهضرو هادو في الحق ديالكم، ما عاد نهضروشي. السلام عليكم، تحية نضالية عالية من داخل الإطار العتي التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين. تحية العز والإجلال للطلبة الذين لبوا نداء التنسيقية وللصحافة التي لبت نداء وقامت بتغطية الشكل إعلاميا. جئنا اليوم استنكارا وتحججا بالمشاكل التي نهجها وزارة الصحة والمديرية الجهوية في مشكل دراسة عن بعد الذي نعرف جوانبه السلبية التي تطغى عن أي جانب إيجابي. هاد القرارات الترقيعية اللي كتنهجها هاد الوزارة اللي الناس تخلوا عليها منذ عهد كوفيد، جينا اليوم استنكرها أن طلبة المعهد العالي بروميراني شوفات سوان انفيرمي منذ شهر 10 أو شهر 11 هما كيقراو أديستونس، يعني كاين معهد مجهز مؤسسة مبنية مكمولة بالتجهيزات ديالها اللي هاد الوزارة هادي ما بغاتش تفتح لها الطلبة، لا ما قدرتش تفتحها. دوفرهم حاليا كحل ترقيعي اللي دائما كتنهجو هاد الوزارة، هي الحلول الترقيعية، دوفر لهم واحد المكان اللي غيهزهم اللي غيقراو فيه بالكرامة ديالهم وغيكون فيه احترام دو لومبلوا ديالهم. لا يمكن انك تجيب حل ترقيعي وتقول فيه للطلبة انكم عاد قراو صباحا ومساء، مساء كنقصد الليل ماشي يعني ابخي ميدي، كنقصد الليل، كيقراو من 8 الصباح حتى 9 ونص الليل، يقراو السبت، يقراو في العطل. وهادشي هذا حل ترقيعي اللي كتحمل المسؤوليه فيه وزاره الصحه والمديريه الجهويه، الضحايا ديالو ولاد الشعب خصو بديك الطلبه الممرضين. دونك بصريح العباره كنطلب ان هذه الوزاره هذه تكون قد المسؤوليه وتوفر لها الطلبه هذو فين يقراو. الا ما قدش المسؤوليه راه حنا غنزيدو في التصعيد والنتيجه لا تحمد عقباها، والوزاره لا تحمل المسؤوليه. وتحيه للصحافه التي لبت النداء. طالبه فاطمه الزهراء زيوت بالمعهد العالي للمهن التمريضيه والتقنيه الصحه طنجه. جينا اليوم من هنايا من بعد ما رسلنا واحد البيان للمديريه وما كان حتى شي تجاوب منا. حنا في الاول ملي دخلنا للمعهد كنا عوالين نقراو حضوريا في المعهد اللي في خارجة طنجة، اذا منا كنتفاجئوا بلي غنقراو اديستونس. قلنا ماشي مشكله، هذا غير السوميستر الاولى وعاد دوز غنرجعو نقراو حضوريا. ملي دازت السوميستر الاولى دوزناها بمشقة الانفس وما كناش كنبغيو نقراو عن بعد، كنا كنحتاجو ولكن ما كيكونش تجاوب. بغينا نقراو السوميستر الثانية حضوريا ولكن عطاونا حلول ترقيعية، نقصنا من الفوليوم اوغيغ ديالنا اولا قالنا يعني لونفي ما كيهزش بزاف، يلا كيهز واحد 120 طالب، وحنايا اذا تقسمنا على جوج جروبات غنكونو اكثر من 150 طالب. اذا هاد القضية ما كايناش، ما بغينا ما وافقناش عليها ودخلنا في مقاطعة مفتوحة وبغينا نقراو، كنطالبوا بحقنا اللي من حق اي واحد انه يقرا حضوريا. والتعليم عن بعد سياسه فاشله، وشفنا النتائج ديالها في الدوره السوميستر الاولى، حيث انه كانوا 90% من الطلبه دازوا الدوره الاستدراكيه وكانت نقاط كارثيه بسبب التعليم عن بعد. ما يمكنناش نقولوا بلي الطلبه 90% من الطلبه غير كافوئين، حيت دوزنا الكونكور وثبتنا الكفاءة ديالنا في الكونكور والبخي انسكريبسيون. قدم نفسي محمد ايمن الاندلس رقيوة، طالب في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بطنجة. جئنا اليوم هنا استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين بالمغرب، احتجاجا على قرار التعليم عن بعد. هذا القرار الذي كان نتيجة لرفع الوزارة من مقاعد الطلاب الوالدين للسنة الأولى في ظرف عدم توفر مكان مناسب لدراستهم حضوريا. هذا القرار الذي هو التعليم عن بعد لهؤلاء الطلبة أدى إلى نتائج فاشلة،
في إطار تعرضه للعديد من المشاكل مثل مشاكل الاتصال وتوقيت الأساتذة، إضافة إلى أن هذا التعليم أدى من قبل نتائج فاشلة في فترة الجائحة أي كورونا. نحن اليوم هنا نحتج أمام المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على عدم كفاءة الإدارة في توفير مكان مناسب للدراسة عن بعد، إذ أن هذا للتعليم الحضوري، إذ أن التعليم عن بعد أدى إلى نتائج كارثية، حيث معظم التلاميذ الذين يدرسون بالسنة الأولى توصلوا على نتائج أدت إلى الدورة الاستدراكية في معظم الامتحانات. نحن اليوم نطالب بحقنا في التعليم الحضوري أمام هذه الإدارة التي لازالت تنهج معنا سياسة الأذان الصماء ولم توفر لنا أي مكان للدراسة.